جديد في تونس، عنوانه الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد. سيكون التونسيون اليوم أمام أحد أطول الأيام الانتخابية التي عاشوها منذ سنة 2011. 16 ساعة من التصويت سيحسم خلالها التونسيون موقفهم من مشروع الدستور الجديد بقبوله أو برفضه. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدثت مرارا عن أن التحدي الأكبر والأبرز لها خلال هذا اليوم هو تحقيق أكبر نسب مشاركة وإقبال على التصويت في هذا الموعد الانتخابي، إذ وذلك بالنظر للعدد الكبير المسجلين في هذه الانتخابات، إذ يبلغ عدد الناخبين أكثر من 9 ملايين شخص. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قامت بتسجيل أكثر من 2 مليوني شخص بصفة آلية. فيما يتعلق بمواعيد الإعلان عن النتائج، فبحسب ما أعلنته الهيئة سابقا فإن النتائج الأولية للاستفتاء ستصدر تباعا بعد إغلاق مراكز الاقتراع على الساعة 10 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، لتكون النتائج الأولية جاهزة وواضحة بين يومي 26 و27 من الشهر الجاري. أما النتائج النهائية فسيكون موعدها 28 من الشهر القادم، وذلك بعد استيفاء النظر في الشكاوى والطعون التي ستقدم. ميساء الفطناسي، الجزيرة، تونس. هذه الملاحظات إن جاز تصنيفها فهي ملاحظات ربما تعودنا نحن من خلال تغطية المواعيد الانتخابية السابقة. في كل يوم انتخابي نجد المنظمات التي تراقب العملية الانتخابية يعني تقوم بهذه التصريحات وتلاحظ هذه الملاحظات التي ما زالت في بداية هذا اليوم الانتخابي تعتبر ملاحظات أولية في انتظار اكتمال تقارير هذه الجهات الرقابية حول سير العملية الانتخابية. ولكن كما قلنا هذه ملاحظات معتادة في جميع المواعيد الانتخابية فيما يتعلق بتوقيت فتح مراكز الاقتراع وشارات الدخول وتعطيل دخول الملاحظين المنتمين لجهات مختلفة. ولكن هذه المنظمات ستقدم في آخر هذا اليوم ربما أو يوم غد ملاحظات عامة حول سير العملية الانتخابية، وحينها ستتكشف الملامح العامة لما رصدته هذه الجهات حول سير هذا اليوم. أشكرك إذن من أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس، مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي.